هل يجوز لنا أن نستعمل المضارات مكان الكذب؟ يعني كان يجيب بجواب أنا في نيتي شيء آخر. كالمدارات وكالمداهنة. يقول ربي ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما الفرق بين المدارات والمداهنة؟ المداهنة تعطي الدين من أجل الدنيا. السيد تبقى تهضر معاه وتبقى تقول له هو قاع ماشي بصحك. أو سيدي أنت تبارك الله عليك والكلام تاعك بحال الذهب وكذا. وأنت راك تديره باش تاكله وباش تديره صنع. ما هو ما فيه والو. بصح المدارات لا. المدارات أنت يا تدير ما اسمه؟ الدنيا تعطي الدنيا باش تربح الدين. تمشي عند واحدة هرقل وتقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الرومي هرقل. لأن المقصد واسمه هو أعطيته هذا اللقب نتاع الدنيا أعطيته له، ولكن المقصود نتاعك أن تستميل قلبه الإسلام. إذا المقصود هو اللي بغيت تحصل له الدين، وأنت كتعطي الدنيا تعطيه شي مدحك ذا وشي شي حاجة ولا تعطي له فلوس. حنا عندنا حتى في الزكاة واحد السهم كيسميوه واسمه المؤلفة قلوبهم. أنا كنعطيه كاع من الزكاة لشي وحدين اللي كنشوفوا بأنهم يمكن يميلون إلى الإسلام، وأن في دخول الإسلام صلاح للمسلمين وفائدة للإسلام والمسلمين. هذه كتسمى واسمها المدارة. أما المداهنة هي العكس. المداهنة هي تعطي الدين باش تدي الدنيا. أنتم سيدي تبارك الله وأنتم تقوموا وأنتم كذا وأنت واسم الغرض نتاعك تدي منه شي فليسات لأن مرفه. أنا نعرف شي واحدين عندهم الفلوس إيوا نحصلوا منين يبغوا يجيو يدوا عليهم الفلوس كيقول لهم يقول له راني شت واحد المنامة سيد الحاج يقول له شتك إن شاء الله راكب على عود بيض أو الذين تاعك يسيلوا بالحليب شتني هو بغي يدير الفلوس يعطي 20,000. أنا يجيو عندي منين يجيو عندي يجي عندي واسمه يقولوا لي عارفني بلي يقول لي تمشي معنا تقرا لنا على شي مريض لا نقول له ما ودي قراو غير انتوما وكذا واسمه يقول إن شاء الله إلا شفتك في المنام إلا درت له الدواء على خروبرة اسمع زمان شوف لي وكل شيء غير كذب حتى حاجة بصح ساكن الله يحسن عونهم يكذبوا الله يحسن عونهم. قال لك هذاك اللي يكون قال لك صاحب الحاجة أعمى اللي يكون عنده الحاجة يقول كل شيء تعذره خصك تعذره ما غادي عندك ما تقول له ما دير روحك بحال اللي ما سمعتش وصافي.